لكم مشاهدينا طبعا لكل اللي انضموا لنا هلا بفقره كلتشر رح نسلط الضوء فعلا على شعراء بتعرفون وبدنا نتعرف اكثر على كتبهم. بدنا اكيد نشوف اخبار الرابطه القلميه الجديده في نيويورك، بدنا نحكي عن اقلام مهاجره وعن كثير من المواضيع الثقافيه. بيسعدني بشرفني اني رحب باستديو بالشاعر يوسف عبد الصمد عميد الرابطه القلميه الجديده في نيويورك، وايضا دكتور جورج الحاج صاحب اكثر من 44 كتاب. اهلا وسهلا فيك في تيلي لوميير ونورساد. اليوم فعلا هيك مثل ما بلشنا حديثنا استاذ يوسف انه ما عم بيساع البيدر كل الغلال تبعه الدكتور جورج الحاج، مشان هيك اكيد اليوم رح نسلط الضوء على كم كتاب نحن وياك لحتى نقدر نتسنى الوقت نحكي باسهاب شوي عنهم اكثر. رح بلش معك دكتور جورج. أهلين. اليوم قصائد حب من بيروت. هذا الكتاب اللي صدر خلال اسبوعين من خلال لقاءاتك يمكن اليوميه مع الشاعر يوسف عبد الصمد، وقدرت فعلا انه يكون عندك 44 قصيده او 40 قصيده بكتاب صادر جديد هلا، ما معنا نسخه منه لانه موجود على amazon.com. ما معنا صح. خبرني شوي هيك عن هذا الموضوع. ما معنا نسخه منه لانه صدر حديثا من اسبوع بالضبط على amazon.com بنيويورك، والكتاب الحقيقه عباره عن 40 قصيده ألهمت بوجودي بلبنان واحاديثي مع اصدقاء واصحاب، طبعا منهم الأستاذ يوسف طبعا صديقنا العزيز، وصديق آخر عزيز علينا كمان هو الأستاذ سامي مظلوم اللي مثل ما الأستاذ يوسف مسؤول عن الرابطة القلمية الجديدة منسمي بنيويورك، سامي مظلوم صديقنا من العقور بالمتن كمان مسؤول عن صوت لبنان و الإذاعات العربية في ملبورن في أستراليا وإلى آخره. طبعا بيروت ملهمة الشعراء طبعاً. فهذا الكتاب ألهمته بيروت، ومثل ما قلنا عبارة عن 40 قصيدة بين شعر النثر وشعر منظوم على وزن وعلى تفعيلي، وهذا أنا اللي بفضله. بس كمان قصيدة النثر إلا احترام خاص ونكتبها ونتباهى فيها كمان يعني. فهذا آخر كتاب، إذا بعد بيصير مجال بجلسة بسمعك قصيدة منه. طبعاً أكيد، بس قبل بدي أرجع أحكي عن الكتاب، بدي أحكي عن كتابك عن أمين الريحاني كمان. يس. كتاب أمين الريحاني الحقيقة أنا ترجمت ثلاث كتب لأمين الريحاني، واحد منهم كان الخوري المكاري والكاهن، وترجمت قصتي مع مي، وترجمت مختارات غزيرة من رسائل الريحاني، من رسائله إلى الكتاب ومن رسائل الكتاب له، صدرت في كتاب ضخم موجود هون. وهالكتاب يميز بأنه في ملحق ما حدا عمله من قبل، هو ملحق عن المتحف، عن متحف الريحاني بالصورة والتوثيق عن كل اللوحات وكل الأشياء التذكارية الموجودة بمتحف الريحاني بالفريكي. وهذا كان طبعا ب موافقة وسخاء طبعا من الأستاذ والدكتور أمين ألبرت الريحاني صديقنا العزيز بالأنديو، هو القيم على المتحف والمسؤول عن المتحف، واللي خلينا ناخد هالصور كلها والمعلومات كلها عن المتحف. نعم. اليوم عم بشوف كمان أمامي مجموعة من الكتب مترجمة إلى اللغة الإنجليزية كمان للشاعر نزار قباني. صح. يعني كمان من الأشخاص القليلين اللي ترجموا شعره لنزار قباني اللي هو حضرتك. صحيح، لانه اهتماماتنا انا اهتماماتي الشخصيه واهتمامات الرابطه. نعم. طبعا هو نقل التراث العربي الى الغرب، لانه الغرب بعده بحاجه كبيره يعرف التراث العربي. هلا كثير مستشرقين اشتغلوا على نقل بعض التراث الجاهلي والعباسي والاموي والى اخره، ولكن الاشياء الحديثه اليوم مثل نزار مرغوب جدا ومطلوب جدا، وفي تعطش لشعر نزار في الغرب. فأنا ترجمت يوميات امرأة لا مبالية، وترجمت قصتي مع الشعر اللي هو من أهم الكتب اللي كتبها نزار، ومع مقدمات نقدية طبعا للكتب. وبتستغرب قديش مطلوبين ويباعوا على amazon.com في أوروبا وفي أمريكا وأستراليا وكندا وإلى آخره. حاليا عم ترجم كتاب ثالث لنزار، هو المرأة في حياتي وشعري.
وهذا كمان من الكتب اللي قليل وجودها بالسوق حتى. مثل كمان الكتاب اللي على الوجه بتشوفيه خليل حاوي مثلا، خليل حاوي من كبار الشعراء المعاصرين، شعراء النهضة والرواد. انت بتختارهم ولا عادة هيك في أنا جو عام بتحس انه مطلوب ينقرأ لنعتبر لخليل حاوي او لنزار قباني، او مثلا امازون دوت كوم هي مثلا بتفرض لك لا لازم نخصص؟ لا الامازون ما بتفرض علي شيء، ولكن انا مثل ما قلتي صحيح انه في نوعين من الاختيار بيتم بناء على شعوري العام بالجوال العربية برا. شو بدك؟ في طلب على هالكتب، وفي بالنسبة إلي كمان من قراءاتي طبعا واطلاعي على الأدب العام المقارن خاصة، بقول هالكتاب هذا لازم يترجم. مثلا كتاب خليل حاوي Letters of Love and Life، قصائد رسائل الحب والحياة. هي كتبهم لديزي الأمير لما كان في علاقة عاطفية بينه وبينها. والكتاب مفقود من السوق، والكتاب الأصلي يعني. الكتاب الأصلي طبع يمكن عدد قليل جدا منه، ويمكن خليل أنا قلت بالمقدمة أنه لما كتب هالرسائل ما كان ينوي نشرها ولا كان عنده استعداد أنه تنشر وتصير مشاع للجميع. ولكن ظاهر نشرت، ودايزي نشرت بعض القصائد وأمحيت بعض الكلمات والسطور وإلى آخره. المهم تعذبت عذاب كبير لحتى لقيت نسخة من الكتاب لا قدرت ترجمته. وبقية الكتب نفس الشيء، يعني في عدة ترجمات عملتها. اليوم أستاذ يوسف عم نشوف هيك في عمل مترابط بين الأدب والإنتاج الفكري وبين الرابطة القلمية الجديدة كمان، وعم شوف أنه أقلام مهاجرة هيدي المجلة اللي بتصدر عن الرابطة القلمية عم تحوي كل هالكتاب الكبار اللي هن خارج الوطن، إنما هن عرب يعني بالتحديد. يعني منشوف العراقي اللي موجود بأمريكا أو التونسي اللي موجود بغير بلد، يعني في حتى أو اللبناني اللي كمان موجود بكندا. يعني خبرنا عن هالمجلة وأهميتها. يعني عندهم هالكتاب والأدباء والشعراء والمفكرون عندهم وطن واحد اللي هو الأدب والفكر والشعر. هيدا وطن من ما كانت هويته مطرح ما هو خلقان، ولكن الانتماء لهالهوية هاي أهم بكتير من الهوية مطرح ما خلق. وبعدين اللي بيقوم فيه يعني الدكتور جورج شغلة كتير مهمة، لأنه كان الغرب هو يترجم لنا على طريقته على قد ما بيعرف ومثل ما بده. بهلق نحن عم نحقق اللي حكاه الدكتور صادق العظم الراحل، الدكتور صادق العظم المفكر الكبير، بعد ما كتب إدوار سعيد كتابه الاستشراق. إجا يعني أخذ ضجة كبيرة، ولا يزال هذا الكتاب يعني عم ينمى، عم يترجم للغات وعم يتدرس، والدكتور جورج بيعرف. الدكتور صادق العظم انتقد هالشيء طبعا إيجابيا وقال الاستشراق معكوسا. بقى الدكتور جورج عم يحقق الاستشراق معكوسا، عم ينقل وعم يترجم الأعمال اللي بيشوفها هو وبتشوفها الرابطة طبعا، لأنه هو جزء من الرابطة مهمة ولازم الغرب يعرفها، وعم يترجمها على الطريقة مثل ما هي. هالنزعة الروحية اللي موجودة واللي هي الثقل النوعي تبعها روحيا في الشرق أكثر منها في الغرب، الدكتور جورج بالفعل يعني إذا قلنا نحن البيدر ما عاد يساع، مش بس ما عاد يساع، البيادر ما راح تساع. وهذا فخر للرابطة وفخر إلنا، والعمل اللي عم يقوم فيه كتير مهم، عم بيعطي معظم وقته. لا تصوري إنه هالكتب الأربعة وأربعين واللي بدهم يجوا قديش بدهم جدية، قديش بدهم وقت، قديش بدهم تعب، وقديش بدهم سهر، وقديش بدهم عرق. نحن عم نشوف هالكتاب موجود ب 200 صفحة أو ب 100 صفحة أو 300 صفحة، بس ما بنعرف قديش كل صفحة وكل سطر وكل كلمة والبين الكلمات اللي هي اللغة المش مقرية اللي تقراها قلوبنا موجودة بهالكتب. وكله هيدا بيرجع لجهد وتعب وإخلاص الدكتور جورج الحاج. ونحن بنشوف هذا الشيء كمان بينطبق على الكتاب اللي موجودين بأقلام مهاجرة. يعني هذه المجلة اللي هي كمان عم تضمن خلال
يمكن إصدارات سنوية مش عادة ما نحن عم نحاول يعني نجمع كل هالتراث اللي كل اللي عم ينكتب وبعدد بالسنة واليوم مثل ما أنت بتعرف والناس كلها بتعرف يعني المجلات الورقية صارت يعني عم تتلاشى او عم تتراجع لانه اللي صارت اللغه الاثيريه او المجلات الاثيريه صارت بمتناول الناس اقرب لهم يعني عم تحل محلها. ولكن نحن بعدنا بنؤمن بالورق وبريحه الورق وريحه الحبر وبنعرف عن انه الكتاب بيبقى اذا بنجي بنطلع شوفي بنرجع للقديم يعني للميثولوجيا القديمه. كان جلجامش كان يفكر انه يطلع على زهره الحياه لحتى يكون خالد، لما ما لقاها او لقاها وانسرقت منه طلع بهالمدينه اللي بناها بالحجار الضخمه، قال انا بتعزى انه انا ما بدي يكون خالد ولكن خلودي بهالحجار وبهالبنا، ولكن لا كانت الاخلد من الحجار راحت بقت الملحمة جلجامش الكتابة والكلمة هي اللي كانت في البدء وهي بتضل للآخر. بقى المجلة هيدي أقلام مهاجرة بدها تعمل هالكلمات اللي خفت نصيبة من الورق بدنا نحن نثبتها ولأنه عدد واحد كل سنة قلنا يعني إذا ممكن ضيف كلمة صغيرة أنا عن أهمية دور الأستاذ يوسف في بلاد الاغتراب. نعم. يعني إن كان أقلام مهاجرة أو الرابطة القلمية الجديدة اثنين نشأوا بجهد ووقت ومال صرفوا الأستاذ يوسف على بناء هالرابطة وكل الناس اللي كانوا بنيويورك وأنا كنت واحد منهم لما كنت بكولومبيا لمدة 7 سنوات تعرفت على يوسف تحت وبدأنا شوي معه، ولكن هو الزنبرك الأساسي والمدبر الأساسي للمشروع كله، والناس اللي ما بيعترفوا بهالشيء الله يسامحونا. بس طبعا وأساسا نحن كمان بانتظار نشاطات كتير بنيويورك، يعني عم بتحضروا هلأ لشيء تكريم اللي هن الأعضاء اللي ساهموا باستمرار الرابطة، وكان لهم أيادة بيضاء حتى بشغلهم وبالستاتيو تبعهم بقلب أمريكا. صحيح، بس حتى لو ما كان عملهم بيعود للرابطة ولو ما ساعدوا الرابطة طبعا. بس لأنهم هني مبدعين كل واحد على طريقته، إن كان في إبداع بالطب مثلا عندنا الدكتور جاك طعمي وكتار مثل وكتار يعني موجودين هلأ سميناه لأنه كان يتعاطف معنا مش كرابطة بس كأديب هو حكيم رهيب يعني مبدع ولكن كمان شاعر هو طبعا. وبعدين اللي قدموا للتراث وقدموا للمجتمع ما ضروري يكون مباشرة عملوا للرابطة، الرابطة بتعكس الأعمالنا نحن كمغتربين موجودين بهالحضارة الجديدة. صحيح. شو عم نحقق سواء كانوا بينتموا للرابطة أو ما بينتموا للرابطة، الرابطة بتعتبر إنه هي بتنتمي إلهم حتى لو ما كانوا هن بينتمي إلها، ونحن عم نزرع أرز بأرز لبنان من لبنان أخذناه وواجهنا صعوبات كبيرة 10 سنين تقدرنا خرقنا يعني الجدار اللي ما في ممكن حدا يخرقه وزرعنا أول أرز لجبران ولسعيد عاقل ولأدوار سعيد وللميوز وهلق بدنا نزرع أرز 3 أرزات أو 4 أرزات لري دباني لدكتور جاك طعمي شويري وغيرهم وبالفعل صحيح في ناس مثل ما عم يتفضل الدكتور جورج انه ما بيعترفوا، لا انا كلهم منيح، اللي مش منيح منهم اللي حدا بيعتبره انا بعتبره منيح، كلهم ساعدوا الرابطه. وبعدين في كمان اشخاص اللي هن على السكت ما بيحبوا يبينوا اساميهم بلاقين بيسبقوني إلي إذا كان في أي لقاء أو أي شيء بلاقين سابقيني لهونيك، كلهم إخلاص لهالعمل اللي بخص التراث ما بخصنا نحن كأشخاص. وأنا بالفعل يعني إذا كان شيء بيشجعني إني استمر رغم إنه الإنسان أحياناً بيضعف، بس ولا مرة حسيت إنه ضعيف، ووقت بحس إنه شوي إنه ضعيف بفكر بحدا، فكر مثلاً في الدكتور جورج، فكر فيكي، فكر بأي شخص موجود برجع بقلب بقول انا مني لحالي ابدا. طبعا هيدا يعني هيدا النجاح، وهذا بالاضافه لانه
نحن مش بس ركزنا على الفصحى مثل ما شايفي، عملنا زجليات انا والاستاذ يوسف بنيويورك وعده حفلات الحقيقه. فهي يعني هذا كمان باذنك استاذ جورج دكتور جورج، يعني الزجل اللبناني انت حضرتك كمان جيتي وحضرتي وقت اللي وثقنا الزجل اللبناني بفيلم عالمي صحيح بنيويورك، انعملت كان من جهدنا مع مدينه نيويورك حتى عملنا سجلنا حلقه زجل، الزجل اللبناني مثل ما هو بالدف والرق والاصوات هن، جبنا عيد الخداج وجبنا داني سباير صحيح. وعملوا حلقه وتسجلت عالميا عم يشوفوها بالعالم كله هذا الزجل اللبناني. انا والدكتور جورج اول من بلشوا بفرقه لحتى ندخل الزجل كجزء من الادب، وما بيقل ابدا ابدا يعني قيمه عن الادب الكلاسيكي صحيح. وكان في عملنا حفله ما بعرف اذا في اذا بتذكر دعتنا الكنيسه المارونيه ببروكلين بنيويورك انه بدنا نعمل فند ريزنج نجمع شويه مصاري اذا بتتكرموا علينا انه تعملوا حفله الزجل. انا بنتمي يعني تقليديا للدروز والدكتور جاب للطائفة الكريمة الروم الأرثوذكس والكنيسة مارونية. حلو. قلت له بتساهم بدهم يعملوا فند ريزنج؟ قال لي ما فيش عندي مانع أبدا. رحنا على الكنيسة مليانة الكنيسة. ما تهيبنا نحن ولا ساهمنا لأنه بنعرف موضوع يعني عندنا ثقة بنفسنا. وقفنا على المسرح. تذكر هيك دكتور في يكمل قال لك اذا معنا فيين عليهم بلشنا الناس تعرف في فريقين يعني ناطرين عم نحكي وبلشنا بالزجل الشاعر اللبناني المهاجر واللبناني المقيم. وصلنا لمرحله ما بعرف دكتور جورج ما شفته الا تركني على المسرح وراح على قاعد حد على طاوله زوجته وزوجتي اللي هن بالحطين. انا صفيت لحالي والناس بدش يعني ما ممكن انه بدها فريقين يعني. قلت انا بدي رجعه للدكتور جورج بدي اسحبه. فكر دغري طلع معي بيت شعر قال له صار لي زمان يا ارثوذكسي بصمدك درزي وجاي بالكنيسه عمدك وان ما قدرت تصمد على المسرح تجمر على المسرح معي وحق الصليب بفرد بك فرد ردي بجنبك رجع وكمان رجعت. وكنا طبعا صار في سجال بيناتنا اوريدي يعني صار. فقلت له بتذكر شيء من النوع لانه عملنا ثلاث حفلات، وحده بالكنيسه وحده بمطعم بيبلوس وحده بالوان وكمان في وحده ثانيه بسيمفوني بليس. كانت المدينه طلبتنا نيويورك سيتي انه نقول الزجل اللبناني. فتروق وانا شفته معصب قلت له خليك يا يوسف على المنبر كبير يا سنديانة شعر حفة غدير شاعر انت يا صاحبي كلك حنان بعرفك وبيعرف الجمع الغفير. حلو. ومهما علي قسيت بعطيك الامان حدك امير وانت يا يوسف امير مجبول شعرك بالوفا والعنفوان وبحضنك بالقلب وشلوح الضمير ايدك بايدي نرد غدرات الزمان ونبدو الاسى الايام بشال الحرير وعلى منبر الحب الجمع بيناتنا بصدر حلو نغل نحلي بالأفير. حلو. لا خلص من هون على جنبك هون هو جنبك جنت جنبك انتقلنا للغزل ساعتها طبعا ساعتها انتقلنا للغزل يعني فعلا حلقه ما بنشبع منكم يعني بس الوقت خلص وانا بدي اتشكركم كثير هيك نقلتوا لنا الاجواء الى اجواء ثانيه مختلفه مليانه هيك حب وشعر وفيها كمان هيك يعني شكرا لكم يعني وحيك بخلينا نحكي اكثر شوي كمان شكرا لك استاذ يوسف عبد الصمد شكرا للدكتور جورج الحاج والى مزيد من الانتاجات الفكريه ونحن ناطرين كتابك كمان الجديد انا ما راح افصح عنه هلا خلص قريبا شكرا لكم شكرا لكم